السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى ميعادنا مع محاضرة شرح بقى إيه تفصيلي للريب راوتينج بروتوكول. طبعا كلنا عارفين الريب يعتبر دايناميك راوتينج بروتوكول من عائلة الديناميك راوتينج بروتوكولز، ديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول. طبعا احنا المحاضره اللي فاتت واللي قبلها تناولنا في المحاضره مثلا رقم 40 تناولنا شرح الديستانس فيكتور فيرسز اللينك ستيت، مقارنه ما بين الديستانس فيكتور راوتينج بروتوكولز واللينك ستيت راوتينج بروتوكولز. وكذلك في المحاضره رقم 41 اللي هي المحاضره اللي فاتت تقريبا اتكلمنا عن الديستانس فيكتور لوب بريفنشن ميكانيزمز، ازاي بروتوكول الريب والاي اي جي ار بي بيمنعوا حدوث اللوب. طيب كلام جميل، تعال نشوف بقى هناخد ايه في المحاضره النهارده. اول حاجه هناخد الديفرنت فيرجنز بتاعت الريب. يعني الريب ده يا جماعه مش وان ستاند الون بروتوكول، لا ده هو عباره عن بروتوكول ليه 3 فيرجنز، في فيرجن 1 فيرجن 2 وليه فيرجن اسمه ريب نيكست جينيريشن. طيب كلام جميل. تاني حاجه هنتكلم ازاي او اليه عمل الريب على اي نتورك التوبولوجي بيشتغل عليها. تالت حاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى هناخد هن أو هنحل مع بعضنا الـ challenging test. تعالوا بقى نشوف الإيه الأنواع الـ أو الـ versions بتاعة الـ RIP. أول حاجة عندنا في الـ RIP version 1 ده بيشتغل classful IP addresses IPv4 addresses. تمام، بمنتهى البساطة يعني أنا لو عندي راوتر، تمام، مربوط عندي مع راوتر وعندي هنا network 1 network 2 network 3. حلو، فلو الاي بي هات بتاعت الثري نتوركس كلاسفول. كلاسفول يعني ايه؟ يعني انا عندي الكلاسز بتاعت الاي بي اللي هي الاي بي مثلا اكس دوت واي دوت واي دوت واي. تمام، الكلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي بيتمحوروا في اول اوكتت في الاي بي في 4. تمام، بحيث ان كلاس ايه بيتراوح من كام لكام؟ بيتراوح من واحد او من زيرو، تعال ناخدها بقى من الاول خالص، او من زيرو الى 127. تمام، ده كلاس ايه. تمام، اي اي بي بيبدا من زيرو الى 127 طبعا انت مش هتلاقي زيرو، اوكي، عشان كده بعض الريفرنسز بتكتب من واحد ل 127. انا اوريدي انا كده كده يعني ايه بحب اكتب ايه من زيرو ل 127. اني anyway مش هنختلف، مش هندقق في الحته دي. اي اي بي كلاس ايه لازم بيكون سلاش 8. تمام، طبعا انا ممكن اديله حاجه اعلى من سلاش 8 بس الديفولت بتاعه سلاش 8. طيب كلاس بي، كلاس بي بيتراوح من 128 اوكي الى كام؟ الى 191. طيب كلاس، او ده الكلاس بتاعت كلاس بي، او انا اسف السبنت ماسك بتاع كلاس بي سلاش 16. طيب كلاس سي بيتراوح من 192 الى كام؟ 223 اوكي، وده بيكون على سلاش 24. طيب كلام جميل، دي ال 3 classes ال available جواها ال IP hat اللي انا ممكن اديها الى PCs او nodes. anyway كان ده الجهاز اللي هياخد ال IP ده router switch PC او حتى medical device. يعني على فكرة في بعض الاجهزة الطبية بتخش في شبكة بقى زي اجهزة الاشعة، اجهزة القرنية، كشف عن القرنية بتاعت العين والكلام دي، بنوصلها بشبكة عشان مثلا تبعت الايمج بتاعت الاشعة على سيرفر معين والقصة دي. اي حاجة بتاخد اي بي بتكون في بتبدأ يعني بتاخد اما في كلاس A او B او C. الاي بيات اللي في كلاس A السبنت ماسك بتاعها الديفولت كام؟ سلاش 8. تمام، اما يكون الاي بي في كلاس A واخد السبنت ماسك بتاعته، او كلاس B واخد السبنت ماسك بتاعته، او كلاس C واخد السبنت ماسك بتاعته، ده انا بعتبره ايه؟ كلاس فول. اما اي بي هات كلاس A، تمام، لو بدل يعني اي بيات كلاس A ممكن تاخد من اول سلاش 8 الى سلاش 32. طبعا تقول لي يعني ايه سلاش 32؟ ده بقى ايه انا اسف، سلاش 31. وممكن في اي بيات برضو تاخد سلاش 32، دي حاجات بقى خاصه بالسيرفر سبايدر وحاجات انا اخدها برضو في السي سي اي. اني واي يعني ان انا لو عليت عن الثمانيه في كلاس ايه ده بيسمى بقى الاي بي ساعتها كلاسلس. تمام، طيب كلام جميل. كلاس بي لو سلاش 16 فما فوق، لا انا اسف، لو حاجه فوق ال 16 يعني سلاش 17 18 19 الى سلاش 32 يعتبر برضو كلاسلس. طب لو اي بي كلاس بي مع السبنت ماسك الديفولت بتاعته سلاش 16 يعتبر كلاسفول. تمام، يعني فالفكره اللي انا عايز اقول لك ايه، ان الاي بي هات لما بتاخد الديفولت سبنت الخاصه بالكلاس بتاعتها بتعتبر كلاسفول. لو خدت الديفولت سبنت بلس اكس، حيث ان اكس الرقم بيبدا من اول واحد، يعني مثلا انا عندي كلاس 8، تمام،
اما يكون 9 او 10 او 11 او 12 او 13 وهكذا اكسترا، ده بيعتبر كلاسلس. تمام، كلاس بي 17 18 يعتبر كلاسلس وهكذا. تمام، طبعا كلاس بي ايباد كلاس بي ما ينفعش تبقى تاخد اقل من 16، يعني ما ينفعش سلاش 15 14 13، ما ينفعش ما ينفعش، يعني يو كان جو فورورد نوت باكورد، يعني تقدر تطلع زياده عن الرقم ما تقدرش ايه تنزل عنه. كذلك في كلاس سي، طيب لو انا الشبكه عندي فيها ايباد كلاس فول فبشتغل بريب فيرجن 1. طيب اما لو الاي بي هات كلاسلس، يعني انا ممكن اقول لك مثلا عندي اي بي 10.0.0.0/30، حلو، ده يعتبر كلاس فول ولا كلاسلس؟ لا ده يعتبر كلاسلس، تمام، لانه مطابق للقاعده اللي هي سلاش 8 بلس اي اكس، حيث ان الاكس عندي هي كام هنا؟ 22، صح ولا لا؟ تمام، طب كلام جميل. ساعتها لو الشبكات دي اوكي كلاسلس، اوكي يعني ايبات الشبكه مش واخده الديفولت سبنت الخاصه بالكلاس بتاعتها، هشتغل على ريب فيرجن فيرجن 2. طيب ايه هو الريب نيكست جنريشن ده؟ احنا مش هناخده في السي سي ان اي، ده هناخده في السي سي ام بي. تمام، الريب نيكست جنريشن ده بيتعامل مع اي بيات الاي بي في 6، الاي بي في 6 اوكي. طبعا اللي ما يعرفش الاي بي في 6، عارفين الاي بي في 4، انا ممكن اعمل شبكه مش اي بي في 4 اعملها اي بي في 6، يعني يعتبر لوجيكال ادريسنج سكيما، حلو، ممكن انفذ بيها الشبكه. طبعا ده ابديتد ادريسنج سكيما، يعني حاجه ايه محدثه، مستو عن الاي بي في 4 انه بيسبورت اي بات كتيره جدا، الاي بي في 4 بيسبورت 4 مليار وشويه فكه، اما ده اي بي في 6 بيسبورت كام؟ رقم هلامي يعني. بس ممكن اعبر لك عنه مثلا ان انا لو اديت لكل ذره على كوكب الارض اي بي في فيرجن 6، هيتبقى ليا اي بي هات اقدر اوزعها على كل ذره في كوكب الارض، او اقدر اوزعها قد اللي وزعته 10 مرات. تمام، كل ذره على كوكب الارض خد اي بي في 6، هيتبقى لي اي بي هات اقدر اوزعها قد اللي وزعته 10 مرات. ده الريب نيكست جنريشن، ده مش موضوعنا، موضوعنا هيتمحور حوالين الاي بي في الريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2 وبالاخص الريب فيرجن 2. طيب الريب يا جماعه قلنا ايه؟ ده is considered as a distance vector routing protocol، ينضم الى عائله ايه؟ ال distance vector dynamic routing protocols. تمام، احنا المره اللي فاتت انا قلت لك ان اللوب بريفنشن ميكانيزم شرحته لك بوجهه نظر الريب، ونفس يعني in parallel way الاي اي جي ار بي برضه بيمنع اللوب بنفس الطريق، الخمس طرق، الماكسيمم ديستانسز، السبلت هورايزون، الهولد داون تايمرز، الراوت بويزنينج، التريجر ابديتس. لكن واحد ممكن يقول لي طب البي جي بي ايه اخباره؟ البي جي بي وضعية خاصة، تمام، ما هو البي جي بي برضه ديستانس فيكتور، لكن لا البي جي بي ده وضعية خاصة تماما اوكي. فعشان كده ما اتكلمناش عن بي جي بي امبارح، او مش امبارح بقى، لا المحاضرة الايه اللي فاتت. طيب الريب بمنتهى البساطة يا جماعة، لو انا عندي راوتر كونكتد بنتورك، ده مثلا نتورك 1 وعندي هنا دي نتورك 1 لينك نتورك 2، متصل هنا على راوتر مثلا، ده راوتر 1 ده راوتر 2، راوتر 2 متصل بشبكة او نتورك 3. تمام، لو راوتر 1 انا عملت انستوليشن للريب وقلت له اعلن عن النتورك 1 و2، معناها ايه؟ اعلن عن النتورك 1 و2 في اتجاه 1 و2، يعني هيطلع هنا 2 ادفرتايزمنت على ال 2 نتوركس، وهنا ادفرتايزمنت عن ايه؟ ال 2 نتوركس. الراوتر لما يجي يبعت المسج، تمام، لو انا شغال بريب فيرجن 1 هيبعت المسج على ديستنيشن اي بي 255 255 255 255، يعني ده از كونسيدرد از ايه؟ برودكاست. تمام، يعني بيبعت الرساله برودكاست لو انا شغال ريب فيرجن 1. اما لو انا شغال ريب فيرجن 2 هيبعت الرساله على 224.0.0.9 اوكي، يعني ده مالتي كاست اي بي، حلو. فلو فيرجن 1 هيبعت على ايه؟ برودكاست. اما لو فيرجن 2 هيبعت على مالتي كاست اي بي ادرس. بيبعت الرساله الهلو اللي هتوصل الى راوتر 2 على ديستنيشن بورت 520، تمام، يو دي بي مش تي سي بي، تمام، ايه يو دي بي مش تي سي بي. طيب كلام جميل، دي بعض الايه الحاجات الخاصه بالايه بالريب. ريفرجن 1 از او قلنا سيندنج هالو مسجز بروكاستلي. طيب كلام جميل، دي بعض الايه الاجزاء. عايزين نتكلم في شويه حاجات بقى يا جماعه، تمام، ايه هي؟ لو انا افتح كده الوايت شيت اوكي، هنتكلم ان انا عندي سيناريو بالشكل ده، يعني انا عايز ايه ابدا، يعني خلي بالكم الريب مش عليه رغي كتير زي مثلا الاو اش بي اف او الايه الاي جي بي او البي جي بي. ده البي جي بي ده انت ممكن تكريت له سلسله كامله البي جي بي اوكي. اني واي انا مثلا لو عندي نتورك هنا مثلا 10.0.0.0/27، تمام، وعندي هنا 10.0.0، ممكن الناحيه الثانيه 10.0.0.32/27، وهنا 10.0.0.64/30، تمام،
وده مثلا راوتر 1، ده راوتر 2. اوكي، وانس ان انا عملت انستوليشن للريب، ايه اللي بيحصل بقى؟ تمام، حط في اعتبارك الريب بيطبق الايه، الخمسه ميكانيزم بتوع اللوب بريفنشن ميكانيزم. ارجع لي المحاضره رقم 41. تمام، فانا هعتبر ان انت بقى ايه، خلاص عرفت الميكانيزمز. اوكي، فدي حاجه ايه مفروغ منها. هنكمل بقى شرح الراوتر. اول ما بدي له امر اعلن عن الشبكه دي واعلن عن الشبكه دي، تمام، لو انا شغال ريب فيرجن 1، هو الراوتر مش هيقدر يعلن عن التو نتوركس دول. تمام، هيقول لك valid network، يعني invalid networks. اوكي، يعني فحتى في المسجز اللي هتعملها كابتشرز على على الواير شارك، هتعملها كابتشر على الواير شارك، الواير شارك هيقول لك ايه، هيقول لك الراوتر عمال يبعت مسجات ريب، ولكن انت مسطب ريب فيرجن 1. اوكي، وانت عندك كلاسلس اي بي ادريسز على الناحيه دي وعلى الناحيه دي، فالراوتر مش هيبعت نتوركس الى راوتر 2. اوكي، طيب كلام جميل. هفترض ان انا بقى ايه، عملت انستاليشن لريب فيرجن 2، هيقوم باعت رساله اسمها ريسبونس، الايه الريسبونس. تمام، طيب الريسبونس دي هيقول للراوتر 2 ان انا متصل ب 10.0.0.0. تمام، مش هيقول 10.0.0/27، لا، ولا 10.0.64/30، لا، هيقول انا متصل، هيقول للراوتر 2 انا متصل ب 10.0.0/8. تمام، وهنا بعض ده في التباس بقى عند الناس في الحته دي. انا بيقول لك ان انا ريب فيرجن 2 بي سبورت الايه الكلاسلس، لا، هو بي سبورت الكلاسلس لو انت كتبت امر فيرجن 2 وامر تاني. يعني انت لو عملت فيرجن 2 هيحصل لك المشكله دي، هيعلن ولكن هتلاقي مشكله. ايه المشكله؟ ان انا دلوقتي عندي راوتر 2، اوكي، هيتسجل عنده ايه، ان انا لو عايز اروح لحاجه 10.0.0.0/8، تمام، هروح ثرو مين؟ هروح ثرو راوتر 1. طيب كلام جميل، حلو قوي. طيب راوتر 2 هيروح لراوتر 1 ويقول لراوتر 1 ايه، ان انا برضو عارف 10.0.0.0/8، لان برضو هي الريب هيعلن عن الاثنين دول كلاس فول. حتى لو انا اشتغلت بفيرجن 2، تمام، هتقول لي طب ما انت لسه قايل فيرجن 2 بي سبورت كلاسلس، اقول لك ما هو في حاجه معينه بتحصل بيهايند ذا سين انا هنبهك ليها. تمام، طيب لو انت بقى عملتها يبقى اكتمل فعلا اليه عمل الفيرجن 2 اللي سبورت كلاسلس. ايه هي؟ راوتر 2 هيروح برضو، راوتر 2 هيروح برضو الى راوتر 1 وهيقول له ان انا عارف النتورك اللي هي 10.0.0.0/8. حلو، فاصبح ان انت مش حاسس ان في لخبطه. تمام، ان انا دلوقتي مثلا راوتر 2 هنا كده ممكن تحصل عندي لوب. اوكي، يعني انا من الاخر راوتر 1 عايز يروح مثلا عند البي سي، عايز يروح لاي بي 10.0.0.15، فراوتر لا مش دوت 15، دوت مثلا 65، فراوتر او دوت 66، فراوتر 1 هيفرود على مين؟ هيعتبر ان الاي بي ده داخل في 10.0.0/8 اللي هو يعرفه عن طريق راوتر 2، هيروح راوتر 2، راوتر 2 هيرجع لراوتر 1 مره ثانيه، راوتر 1 هيروح راوتر 2، وهكذا، يحصل عندي لوب. ده حتى لو حصل عندي مش يعني حتى يعني ايه، بالرغم من وجود الخمس طرق اللي بيتم بيهم منع اللوب، لكن في الحته دي هيحصل عندي لوب. تمام، ده بسبب خاصيه اسمها الاوتو سمرايزيشن. اوكي، ايه هي بقى خاصيه الايه الاوتو سمرايزيشن؟ تمام، خاصيه الاوتو سمرايزيشن بتخلي الراوتر يجابر الاي بي هات الكلاسلس ويضمها في كلاسفول اي بي. يعني الراوتر عنده 10.0.0.0، انا اسف 10.0.0 ماشي دوت 0 سلاش 27، وعنده 10.0.0.64 بواسطه السلاش 30. بواسطه الاوتو سمرايزيشن ده ديفولت باي ديفولت متفعل على الريب يا جماعه. اول ما الراوتر يشوف الاي بي هين دول ويفكر بقى الاوتو سمرايزيشن هيقول له ايه، هيقول له جذر اللي اجمع الاثنين دول وكانك عارف 10.0.0.0/8. تمام، هيروح يعني كان الاوتو سمرايزيشن بيقول له راوتر 1 روح لراوتر 2 وقول له ان انت عارف توصل 10.0.0/8. طبعا الموضوع ده هنا هيعمل لي مشكله. ليه؟ لان انا عندي 10.0.0/8 دي معناه ان كاني بقول له راوتر 2 انا متصل باي حاجه من 10.0.0، تمام، او من 10.0.0.1 الى ايه، الى 10.255.255.254، صح ولا لا؟ تمام، انا كاني بقول له راوتر 2 كده، كان راوتر 1 بيقول راوتر 2 كده. تمام، فدي طبعا الكلام ده غلط. اوكي، راوتر 1 فقط متصل من اول 10.0.0.1 الى 31، لا 30 دوت 30 30.
تمام، ده الافيلابل اي بيز، ويعني اي افيلابل اي بي في الحته دي بتقع في الشبكه دي، وكذلك من اول 65 تمام و66 حلو، اللي هي ايه بتاعت البول دي، لكن الباقي راوتر 1 ما يعرفش عنه حاجه، صح ولا لا؟ الباقي راوتر 1 ما يعرفش عنه حاجه. طيب انت ممكن هنا تقول لي يا باش مهندس انا ايه، انا مش فاهم، او ممكن لو حسيت ان انت مش مستوعب تعالى بقى انا ايه هخليك تستوعب. انا كنت منزل بوست على الفيسبوك عن التوبولوجي، تعالوا نشوف التوبولوجي فين تقريبا، هنا ممكن نفتح الجي ان اس 3، نفتح الايه الجي ان اس 3 تمام، واوريكم بقى ايه التوبولوجي بتطبق القصه اللي انا ايه بقولها لكم بتاعت الاوتو سمرايزيشن تريكي لاب، هو ده عظيم. طيب اهو بصوا يا جماعه، عايزك تدرس وتركز معايا قوي في التوبولوجي اللي قصادي تمام. انا دلوقتي عندي تمام ماشي، انا دلوقتي عندي الراوتر 1 متصل ب 2 نتوركس 10 192.168.0.0 و 0.32 internally تمام. هتقول لي انا مش شايف اي سويتشات هنا يا باشمهندس، هقول لك من الاخر انا عامل انترفيسز وهميه على الراوتر اسمها لوب باك انترفيسز تمام، دي هوريها لكم ان شاء الله المحاضره الجايه، لان احنا المحاضره الجايه هنشتغل على الايه اللاب ده في ال في الريب. اوكي طيب راوتر 3 متصل ب 192.168.1.0، وده راوتر 4 متصل ب 192.168.0.64. طيب لو راوتر 1 بعت ادفرتايزمنت وانا عملت ريب فيرجن 2 لكن الاوتو سمرايزيشن موجود، فراوتر 1 هيروح للراوتر 2 يقول له ايه انا عارف 192.168.0.0 سلاش كام، هيردها للكلاسفول اللي هو سلاش 24. راوتر 4 اما يجي يعلن برضه هيروح للراوتر 2 يقول له انا عارف 192.168.0.0 سلاش 24 تمام. هنا راوتر 2 هيهيئ له ان هو يقدر يوصل ل 192.168.0.0 سلاش 24 تمام ثرو الاي بي بتاع راوتر 4 على الوان لينك دي، وكذلك الاي بي بتاع راوتر 1 راوتر 4 على الوان لينك دي، وكذلك الاي بي بتاع راوتر 1 على الوان لينك دي. حلو كده، وخلي بالك ان راوتر 4 هيروح لراوتر 2 ويقول له انا عارف النتورك 192.168.0.0 سلاش 24 والمترك كام، المترك 1 تمام. وبالنسبه للراوتر 2 برضو هيكون المترك على النتوركس اللي هيعلن عنها عن طريق راوتر 1 هيكون المترك بتاعتها كام 1، فراوتر 2 هيعمل لود بالانس ما بينهم تمام كده، فراوتر 2 هيعمل ايه لود بالانس ما بينهم. فبالتالي اما تيجي مثلا انت من راوتر 1 عايز، او تيجي مثلا من راوتر 3، راوتر 3 عايز يبينج على 192.168.0.1، يعني المفترض يروح لمين، لراوتر 2 ثم راوتر 2 يوديه الى ايه راوتر 1 تمام. لا مش هيحصل كده بقى، هيروح راوتر 3 اوكي لراوتر 2 تمام، او ممكن يروح الى راوتر 4 وبعدين راوتر 4 يفرود لراوتر 2 وبعدين راوتر 2 يرجع لراوتر 4 وبعد كده راوتر 4 يرجع لراوتر 2 وبعد كده راوتر 2 يروح لراوتر 4 وهكذا تمام. هتقول يا باشمهندس انا مش مصدق الحته دي، انت هتصدقها المره الجايه او المحاضره الجايه، هنشرح اللاب ده وهنعمل اللوب، احنا هنشتغل عادي جدا وهنعمل اللوب تمام. بس هنا بقى الحل في ايه، الحل من الاخر ان انا الغي الاوتو سمرايزيشن على راوتر 1 تمام، يعني كاني هقول لراوتر 1 اما تيجي تعلن عن التو نتوركس دول ما تعلنش عنهم كانهم 192.168.0.0/24، لا اعلن عنهم وكانهم 192.168.0.0/24 و0.32، يعني دي لوحدها ودي لوحدها وعلى السلاش بتاعتها 27، واقول لراوتر 4 نفس الكلام. فهنا هيوصل ادفرتايزمنت ل 3 نتوركس مختلفه، الاثنين هنا والواحد هنا، وهيفرق ما بينهم ان ده اقدر اوصله عن طريق راوتر 4، انا بتكلم ده بالنسبه لراوتر 2، وبرده راوتر 2 يقول ان اقدر اوصل الاثنين دول عن طريق مين؟ عن طريق راوتر 1. فالحل عندي هنا ان انا اعمل ايه؟ ان انا الغي الاوتو سمرايزيشن، اعمل نو اوتو سمري. اوكي اتمنى الجزئيه دي تكون مفهومه. دلوقتي بقى ايه ميعادنا مع التشالنجنج تيست، بس قبل ما اروح للتشالنجنج تيست فاضل حته معينه احنا ما شرحناهاش، تعالوا نشوف هي ايه التايمرز بتاعت الايه الريب. انا كنت قلت لك ان الريب الهلو تايمر بتاعه 30 تمام، والهول داون تايمر بتاعه كام 90 حلو، يعني هو حصل ضرب الهلو في 3 مالتيبل باي 3 هديني 90. ايه بقى الانفاليد راوت اللي قيمته 180 سكند والفلاش راوت اللي قيمته 240 سكند تمام. بمنتهى البساطه يا جماعه، لو انا عندي راوتر 2 حلو رايح لشبكه عن طريق راوتر 1، دي الشبكه دي تمام، نسميها مثلا نتورك 1. افرض الشبكه دي بقت ايه؟ بقت داون حلو؟ براوتر 1 براوتر 1 مش هيعلن عن الشبكه دي في الهلو اللي هيوصلها الراوتر 2
حلو. هنا راوتر 2 هيستنى 180 سكند لحد ما يقول ان الطريق بتاعي الى نتورك 1 ثرو راوتر 1 انفاليد. حلو. طيب هل راوتر 2 هيعتبر النتورك دي انريتشابل؟ لا، هو قال فقط ان الطريق بتاعي بس لده بقى ايه انفاليد عن طريق راوتر 1. طيب كلام جميل. طيب هيعمل ايه؟ ثم بعد ذلك هيفضل راوتر 2 يعد لحد ما يوصل من 180 ل 240. هنا هيقول كده النتورك دي بالنسبه لي unreachable. طب هتقول لي يا باشمهندس هو ليه ما لغاش؟ هنا في سؤالين ممكن تسالهم لي. تقول لي يا باشمهندس هو ليه ما لغاش النتورك عنده اول ما عدت ال 180 ثانيه؟ هقول لك لان ممكن راوتر 2 يستقبل اعلان من راوتر اخر ليه نفس ليه الراوتر ده واصل على الشبكه دي، صح ولا لا؟ ممكن يكون مثلا ده راوتر 3، تمام، ممكن راوتر 3 متصل بالشبكه دي، فهو فقد الاتصال عن للنتورك دي عن طريق راوتر 1، لكن ممكن هيستنى 180 ثانيه لحد ما ينتظر الاول، بس هيستنى 180 ثانيه لحد ما يتاكد ان الراوت لنتورك 1 عن طريق راوتر 1 انفاليد. هيستنى من 180 ل 240 ليه بقى؟ عشان هيفضل مستني اي راوتر اخر يجيب له اعلان عن النتورك دي اللي هو ممكن يكون راوتر 3. في حاله ان ما جاش هيعتبر النتورك ايه؟ انفاليد، تمام، او النتورك مش الراوت بقى، النتورك انفاليد، يعني انا ما اقدرش اوصلها عن طريق اي راوت عندي. طب الهولد داون ده ايه قيمته بقى، ايه فايدته يا باشمهندس؟ تمام، الهولد داون ده في حاله ان راوتر 2 ما استقبلش هلو اصلا من راوتر 1، ما استقبلش هلو منه خالص، هيستنى ايه؟ هيستنى 90 ثانيه. لو ال 90 ثانيه عدوا وما استلمش هلو من راوتر 1، هيعتبر ان راوتر 1 نزت نفسه بحد ذاته ديد بالنسبه له. ها، بدات توضح الفروقات ما بين الايه التايمرز. تعالوا بقى ايه نحل مع بعض التشالنجينج تيست. بيقول لك وات از يو دي بي بورت يوزد باي ريب؟ الريب بيستعمل بورت يو دي بي ايه 520. الهالو تايم بتاع الريب هيكون كام؟ الهالو تايمر بتاع الريب 30 ثانيه. بيقول لك الفلاش تايمر بتاع الريب قيمته كام؟ 240 ثانيه. اوكي، الماكسيمم هوب كاونت فاليو اوف ريب هيكون عندي هنا ايه 16. اوكي، كلام جميل. النهارده اتكلمنا عن شرح بروتوكول الريب، اتكلمنا عن انواع بروتوكول الريب الفيرجن 1 فيرجن 2 والنكست جنريشن. قلنا فيرجن 1 بيشتغل مع كلاس فل اي بي في 4 ادريسز، الفيرجن 2 بيستخدم او بيستعمل مع الكلاسلس اي بي في 4 ادريسز، والريب نكست جنريشن بيستعمل مع الاي بي في 6. واتكلمنا برضو عن ازاي الريب بيشتغل في النتورك توبولوجي، اتكلمنا عن البورتس اللي بيستعملها اليو دي امبورت اليو دي بي 520. ريب فيرجن 1 بيبعت الرساله برودكاستلي، فيرجن 2 بيبعت على 224.009. وكذلك حلينا التشالنجنج تيست. فاضل اخر ملحوظه يعني يا جماعه، بصوا بعض الايه بعض الكتب بتقول لك ان الماكسيمم هاب كاونت بتاعت الريب هي 16، والبعض بيقول لك ان هو 15. هي الحته دي بس فيها شق لغوي يعني، تمام. الماكسيمم دي ممكن بعض الناس تقول لي ايه، تقول لي يا باشمهندس الماكسيمم المفترض 15، وبعض الناس تقول لي لا ما انا لو قلت 15 بعض الناس هتقول لي ده هو 16. بصوا يا جماعه، لو الهاب كاونت وصل 16 هيعتبر الراوتر هيعتبر ان الراوت للنتورك دي طالما هو 16 هيعتبرها unreachable، تمام. فالماكسيمم انا من وجهه نظري انا قلت لك 16، ولكن هو المفترض 15، تمام، ده اخر حاجه. لو زاد يبقى كده يعتبر unreachable. بعض الكتب بتكتبها 16 ليه؟ لانه بيعتبر الماكسيمم دي اللي هي النقطه اللي لو وصلت لها تعتبر نتورك unreachable. طيب في سؤال في امتحان السي سي اي اي ريتن بيسال في الحته دي، تمام، والاجابه الصح بتاعته هي ال 15، تمام. فبعد كده اعتبرها لو جات لك في السي سي ان اي او الان بي او الاي اي، تمام، اعتبرها ان هي ايه 15. دي ملحوظه وجب عليا ان انا انبهك ليها، بغض النظر بقى عن اللي انا ايه قلته، ده كان بس ايه في سياق الشرح. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.